ما فاتت الإمارات وفاتت مصر وفاتت الأردن، ممكن تفوت كمان عمان، وممكن تفوت تونس الموقف التونسي من القضية الفلسطينية. هذا صحيح، لأن يظهر وأنا فما ثلاثة من النواب معناها نسبوا إلى رئيس الدولة وإلى السياسة التونسية أنهم أعداء إسرائيل. أنا وقتها نطلب من زملائي الدبلوماسيين ومن وزير الخارجية ومن رئيس الحكومة وأنهم يوضحوا ما هو موقف تونس من فلسطين، لأن تونس ما عندهاش أعداء، تونس ما تخلقش أعداء لا اليوم لا غدوة، وما عندناش أعداء. واضح. احنا عندنا عدو هي سياسة الاستعمار وسياسة الاحتلال. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. إشارات قوية لتطبيع تونس مع إسرائيل وتجاوز العمليات الخاصة للموساد الإسرائيلي عندما قتلت ودخلت وخرقت أجواء تونس في أكثر من مرة، كل هذا طوي أمام سلام مقابل الأرض، مقابل إنهاء الاحتلال، مقابل القانون الدولي 242338، تماما كما تقول المبادرة العربية وكما يقول بين قوسين الجميع تقريبا ملتزم بحدود الشرعية الدولية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا هو التعطير الجديد لما يجري. أولا، هناك وزير خارجية أسبق كان سفيرا في كل من موسكو ونيو دلهي، فهو خبير أولا، ثانيا أنه سفير مخضرم وأنه ابن موسكو، يعني يعرف جيدا كيف عدم الانحياز في عاصمة عدم الانحياز بين قوسين نيو دلهي في أوقات سابقة، وأيضا في موسكو في الكتلة الشرقية، فهو يدرك جيدا كيف تقرب بشكل كبير من المعارضة في نهاية نظام زين العابدين بن علي، رجل براغماتي تجاوز مرجان في وزارة الخارجية ليخلفه، لأنه صرح تماما بأن وزيرة الخارجية الفرنسية في العهد الذي كانت فيه وزيرة الخارجية الفرنسية بأنها صديقة لتونس، وهي التي لم تنتقد ما كان عليه الأمر في عهد زين العابدين بن علي، مما جعل الثورة وأيضا حركة النهضة تحاول إبعاد مرجان وأتي بهذا الوزير لأخذ هذه الحقيبة. اليوم يدافع على خط البرجيبي للدبلوماسية، من جهة هو يقول وكأنه يستصدر الأمر وهو في استجواب صحفي عندما يقول على السفراء أن ينقلوا الموقف التونسي بشكل مجرد، وأن الأمر يتعلق باستراتيجية المفاوضات ولا شيء غير المفاوضات، وأن تونس هي أول من طالب بقرار التقسيم ودعم استراتيجية المفاوضات للوصول إلى الحل. ثاني مسألة أن الخط البرجيبي يعتبر بأنه خط الدولة الذي لا يمكن لأحد أن يخرج عنه، إذن الرئيس قيس سعيد يعود إلى الخط البرجيبي التفاوضي، والذي لا يعلن إسرائيل بأنها عدو وأن تونس عدوة للاحتلال وبإنهاء الاحتلال تزول العداوة إلى آخر، يعني تحت سقف المبادرة العربية للسعودية، والسعودية الداعم الأساسي لقيس سعيد. من جهة ثانية هناك رسالة أخرى إلى الداعم الثاني الإمارات العربية المتحدة بخصوص قولها في موقع إيرام نيوز الإماراتي، وانطلاقا مما يقوله عيسى داوي فريج الوزير العربي الوحيد من عربي 1948 ابن كفر قاسم، وهو ابن حزب ميرتس، والذي يؤكد اليوم أنه وهو من منصبه كوزير للتعاون الإقليمي في حكومة بلد بأن سلطنة عمان وتونس مؤهلتان إلى جانب قطر. ومهم جدا بالنسبة للجميع، هناك أربع ذكرهم بالحرف، أربع دول مؤهلة بشكل أكبر
وكما كان الأمر بالإمارات والبحرين سيكون أيضا مع كل من سلطنة عمان وتونس وقطر ودول أخرى. المهم في كل هذه العملية أن الأمر عندما قال بالحرف عساوي فريش أن ولو كانت الدول معادية، أي أن قيس سعيد هو الوحيد الذي أشار إلى العداوة باتجاه إسرائيل وباتجاه هذا الكيان في طريقه للوصول إلى قصر قرطاج، الوحيد الذي عبر عن العداوة ولم يربط ما بين قضية العداء لإسرائيل وما بين السلام وما بين مسلسل السلام والمبادرة العربية كحلول مباشرة للصراع العربي الإسرائيلي. إذن كل هذا كان متفهما، إلا أنه عندما ذكر عساوي فريش قضية والدول المعادية بما فيها الدول المعادية، ولأن تونس كان لديها مثل هذا الخطاب، يعني أن هذه الدول المعادية يشير إلى تونس لأن سلطنة عمان وقطر وغيرها، كل هذه الدول تبنت المبادرة العربية وبقيت عليها، ودائما السلام الأرض مقابل السلام، و 2 4 2 3 3 8 الكل يدرك هذا الحجم بالتحديد من إزالة العداء بين قوسين. إن كان هناك عداء، ليس هناك أصلا عداء، هناك خلاف سياسي مرهون بتسليم الفلسطينيين على أرضهم وإعلان إنهاء الاحتلال من اتفاقيات مدريد وإنه مرورا بأوسلو وإلى الآن. إذن أول ما يمكن تجاوزه هو حالة العداء. اليوم تونس تخرج بلسان وزير لخارجية سابق، سفير أيضا سابق، للقول مباشرة أن تونس واجب، هذا هو الذي يمكن أن نشير إليه بأنه رسالة مباشرة إلى السفراء، عندما يقول ويجب على السفراء أن يحملوا هذه الرسالة وأن يوضحوا الموقف التونسي بأنه موقف ليس عدائي تجاه إسرائيل، وأن تونس ليست عدوة إسرائيل، وأن الكل إعادته، وأن الكل مرهون بإنهاء الاحتلال، وأن تونس عدوة الاحتلال. كل هذا يشير إلى تراجع كبير جدا وترشيد للموقف لموقف قيس سعيد. ولأن قيس سعيد الآن لا يستطيع مع وزير خارجيته الآن أن يوضح مثل هذه الأمور لأن الوضع انتقالي وصعب للغاية، فإن هناك من طلب أساسا من أحمد والنيس مثل هذه الخرجة، لأنه كان قد أصدر أمرا للسفراء، وهذا هو الشيء الهام. ثاني مسألة وهذا الشيء الهام أنه كان يتحدث بمسؤولية ولا يتحدث على أساس أنه تحول إلى خبير، بل كأنه لا يزال وزير الخارجية ومثل هذا الذي عمله تماما قبل أيام كما قلت من سقوط بن علي عندما كان قريبا من المعارضة، وبعدها كان قريبا من النهضة، وبعدها مباشرة اليوم هو قريب أيضا من قيس سعيد. كل هذا يجري أمام ذاك الخط الوسط وهذه الدبلوماسية التي تعمل على عقلانية وبراغماتية للخط، لخط مؤسسة. أنا أتحدث عن المؤسسة الدبلوماسية لتونس وليس عن رأي للرئيس، هذه زاوية. الزاوية الثانية أن هناك ثوابت، على الأقل ثوابت البرجيبية للسياسة الخارجية التونسية اليوم تعاد صياغتها، وأهم من كل ذلك أنها تدعم الرئيس في حدود، وأنها ترشد موقف الرئيس تجاه إسرائيل وتجاه المحور الذي صادمه. لأنه منذ البداية أتى قيس سعيد أولا لأن هناك اتفاقيات وتطبيع اقتصادي، وهذا الذي رفضه قيس سعيد بشكل كامل، مستثمرا عواطف الشارع للوصول بالقضية الفلسطينية إلى قصر قرطاج.
كان مهما جدا اليوم أن يتحالف مع نفس الحلف الذي كان يناقضه ويناقض سياسته في قضية التطبيع، وهذا شيء هام. فهو الآن التطبيع في الإمارات أصبح قضية داخلية ومسألة سيادية للإمارات وأيضا بالنسبة للبحرين، وهكذا كان موقف تونس عوض نقد التطبيع وما سماه الجزائريون بالهرولة. كان هناك موقف آخر اسمه الموقف الداخلي، وأن هذا القرار وهذا الموقف موقف سيادي، وبالتالي فإن أول تفلت للرئيس قيس سعيد التزاماته تجاه الشارع وتجاه ما أراده هو كموقف مبدئي بنى عليه الحملة. أكفي أنه ليس هناك برنامجا لدى الرئيس بالنسبة للأوضاع الداخلية، فهو كان دائما غامضا للغاية وكان نزيها، ولم يشير إلى معركة ضد الفساد بالشكل الكافي، ولم يشير إلى أي خطوة تجاه هذه السياسة الداخلية. لكن بالنسبة للوضوح كان وضوحه بشكل كاف ويتجاوز موقف الإخوان في قضية فلسطين، ويتجاوز أيضا حماس وغيرها. نحن نتحدث اليوم ليس عن هدنة طويلة الأمد بين حماس وبين إسرائيل كخط رجعة وأيضا كمرجع، كخط مناورة لحركة حماس ولغيرها. فموقف الرئيس قيس سعيد تجاوز الجميع وأصبح ضد التطبيع جريمة، والشعب الفلسطيني وأخذ يتحدث عن الشعب وليس عن الجغرافيا وليس عن تقسيم ولا أي شيء. معنى ذلك أن الشعب الفلسطيني بعرب 48 بعرب 67 بين قوسين إن كان هذا التقسيم صحيحا، إذن ولا فلسطيني الشتات. فهو يتحدث عن الشعب الفلسطيني أيا كان موقعه، ومن هنا جاء هذا الموقف، هذا الموقف المبدئي الشديد الحماسة الذي أبداه الرئيس. اليوم هناك تحالف كما قلنا مع الحلف المطبع والمعتدل ومحور الاعتدال الذي سارت به الركبان بهذه الاتفاقيات، آخرها اتفاقيات أبراهام. إذن هذا هو الوضع الجديد. أولا التحالف الاستراتيجي مع محور الاعتدال بين قوسين الذي يسمى محور الاعتدال. المسألة الثانية والمهمة أن من الضروري أن يقول في البداية، في بداية التحول، أن موقف التطبيع مع الإمارات والبحرين ليس موقفا يجب أن نعطي فيه رأيا، لأن هذا موقف سيادي وغيره. ثم مباشرة اليوم هناك مرجعية للدبلوماسية التونسية لا تجعل إسرائيل عدوا، والعداء لتونس هو عداء للاحتلال على وجه التحديد، وبزوال الاحتلال عن أراضي 67 وإيمانا بقرار التقسيم للأمم المتحدة وطبقا للشرعة الدولية والقانون الدولي، فإن هذا الأمر على وجه التحديد وبحرفية 2-4-2-3-3-8 سيكون الحل. إذن بالنسبة للتحول الجديد فإن خطوة ما قبل الأخيرة من أجل إعلان التطبيع المباشر مع إسرائيل. إذن آخر ورقة يلعب بها الآن قيس سعيد هي ورقة إسرائيل والتحالف مع إسرائيل من أجل البقاء في الحكم أمام العزلة الدولية، وبعد تجاوز الرئيس لوعوده الأولى بخصوص ما قال بتجميد العمل للبرلمان لفترة معينة، ثم بعدها دخل فيما يسمى بسلطات تنفيذية لإعلان دستوري إلى جانب الدستور، وأصبح الأمر اليوم في تونس يأخذ آخر خطوة مع العزلة. العزلة تستفيد منها إسرائيل وتقدم الإمارات والسعودية وغيرها أمام اتفاقيات أو أصحاب اتفاقيات أو عرابي اتفاقية أبراهام. تنقذ اليوم قيس سعيد من هذه العزلة بعد أولا تأجيل القمة الفرنكفونية، وأصلا الإدارة الأمريكية اليوم ما بعد
مستشار الأمن القومي الأمريكي بالستين دقيقة في الاتصال الذي وضع فيه كل الطرفان الأمريكي والتونسي خارطة الطريق، بعدها ما سمي بخارطة الطريق 60 دقيقة كلها انتهت إلى زوال، وبعدها أرسلت الإدارة سيناتورين على أقل تقدير، فسقطت دبلوماسية الكونغرس، سقطت دبلوماسية الإدارة، سقطت دبلوماسية البنتاغون في آخر المطاف عندما توصل قيس سعيد بقرار، عندما توصل قيس سعيد بتقرير كامل من وزارة الدفاع ومن الجيش التونسي، وبعدها مباشرة لم يعطي أي أهمية لهذا التقرير، فسقطت كل القنوات، وأيضا سقطت كل القنوات مع فرنسا، فأصبح هناك أولا عزلة عن فرنسا، عزلة عن الاتحاد الأوروبي، عزلة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يعد هناك سوى سبيل واحد. هذا السبيل معروف لكل الأنظمة التي لديها إشكاليات مع شعوبها أو إشكاليات في التطبيع مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع فرنسا، هذه البوابة اسمها إسرائيل، ومرور قيس سعيد عبر هذه البوابة أصبح شبه مكشوف. هذا ما يمكن تأكيده اليوم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.